الواحد منين جا؟ جدارمية سبحان الله العظيم، راهو بسيكو راهو بسيكياتري، خلات الطفل في عمرو عام ميم با ما شافوش فيه، خمس ايام ولا ست ايام بعثوا لي بعثوا لها بسيكولوج، جيت نشوف قلت له بسيكولوج خلاص جبتو، وقف معنا الشعب، وقف معايا الشعب تاع بوعرفه وتاع بليده، الدوله ما وقفتش. عيب هنا كنا هنا كشعب عيب. مواطنين كنا هنا شوفي ومضي لها حتى للليل. شوفي هاد الناس هاد يعني الناس هاد العائلات هاد العائلات تاع الضحايا، هاد العائلات تاع الضحايا هدروا عليهم يعني شوقوهم بحاجه، قال لهم نبعثوكم للحج، كذبوا عليهم كذبوا عليهم. ساسيرا كوا يرحم بابا كان والي برون لا ديسيزيون، يبعثهم شاك ولايه يبعث الناس هذوما عائله الضحايا، قلت لهم نبعثكم للحج، كون في الموعد تاعك كون في الوعد تاعك اديهم للحج، اديهم اسيدي هاد الناس، واش راح تخسر انت راه واش راح تخسر؟ سبحان الله العظيم، الدوله الجزائريه سمحت في 5 مليار دولار ل 17 دوله، سمحت لهم في الدراهم، ما تقدرش تدي عائلات تاع ضحايا تديهم للحج، ما تنجمش تعطي لهم سكنات لهاد الارامل هذوما اللي راهم هنا، خلاو راح لها راجلها، وحنا المطلقه في بلادنا ولا الارمله كفر راح تعيش، ما يعرفوش هاد الشيء. احنا النداء تاعنا، النداء تاعنا لرئيس الجمهوريه وقائد القوات المسلحه، قال يا سي تبون يا شنقريحه، انتم تعرفوا الوضع تاع هاد الناس هذوما، كيفاش يعني تلحق لدرجه وين واحد تعطي له اون باي تاع 10 ملايين وواحد تعطي له تاع 18 100 الف؟ عيب، ماتوا كاع دمهم تخلط. انا لما درتو تاع المجاهدين درتو كاع كيف كيف، لما دير انت مرت جوندارم خلاص طفرت فيه، مرت ميليتير طفرت فيه، على عيب عليهم. شكون اللي راه يحارب؟ هما ولادهم راهم في سويسرا في جنيف في لندن، حنا ولادهم عيب عليهم. حنا نطلبوا من السي تبون يشوف لهاد السرخه هذه، نتمنى وان شاء الله نتمنى لازم يشوف الله العظيم. هاي نقراو الفاتحه يا جماعه، دقيقه اروح عمي ابراهيم معليش معليش حاجة، خذي راحتك يا رانا صبري 50 سنة بصمتي كذلك آمين.
اللهم يا ربي اجزهم عنا خير الجزاء. امين. هؤلاء ابناء الشعب الجزائري. امين. الاصيل. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه. امين. اللهم وسع مدخلهم. امين. واغفر لهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. امين. ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. امين. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه يا رب العالمين. امين. اللهم اجزهم عنا احسن الجزاء. امين. انهم كانوا يدافعون عن شرف هذا الشعب العظيم. امين. وكانوا يدافعون عن حياتنا. آمين. وعن شرفنا وعن استقرارنا واستقرار وطننا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمدهم برحمته الواسعه. امين. وان هذه الدار دار الفناء وليست بدار البقاء، وعند ربكم تختصمون. أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. أمين. وأن يوفقنا لخدمة البلاد والعباد. أمين. ونصرة دينه. أمين. وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أمين. ونصرة الحق والمظلومين. أمين. في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. صحة ان شاء الله. وضع اكليل من الزهور من طرف سيلو شوكي والمجتمع المدني تمثل في دريسي دليلة، وكذلك الناطق الرسمي باسم حصن المتين سيد وحيد. سيد ياسين تعيش عطينا ثاني. واحد من ضحايا. شكون ممثل من ضحايا؟ ممثل ضحايا. ممثل ضحايا يجي. عائلة هذه نصركم ان شاء الله يوصل، ورانا معكم الى الابد. امين يا رب. تفضل خويا. ربي يرحمهم ان شاء الله، ورمتوا هذا ان شاء الله. ورمتوا الجنه ان شاء الله. الجنه باش نعبروا على التضامن تاعنا مع عائلة الضحايا، لانهم هذو الضحايا ابناء الجزائر وماتوا من اجل الجزائر. ما لازمش ننساهم. الرئيس يتكلم على الذاكرة تاع القرن الماضي ما نسمحوش فيها، فما بالك اللي عندهم ذاكرة تاعنا. ثلاث سنين. ثلاث سنين ما نسمحوش فيهم كذلك. ان شاء الله. لا ماشي تاعنا، تاع الضحايا. حولك الضحايا هو اللي يتكلم. احنا المطالب تاعنا اولا يعني نهار اللي توفوا استشهدوا هاد الضحايا ولادنا، الدولة ما قامتش بالواجب تاعها، لأن الشعب هو اللي وقف معنا وعلى مستوى كاع الولايات. الحاجة الثانية بعد 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 الاستشهاد تاعهم، لما جينا لهنايا شفنا شيء اللي ربما قاعد يحز في قلوبنا، هو أن الأشلاء تاع أولادنا قعدت مرمية لهنا، قعدوا يلقطوا فيها، حتى أن هاي كاين واحد نائبة هنايا، نائبة كانت نائبة تاع بلدية، فظيع. هذه حاجة. حاجة ثانية أنهم وعدوا هذه العائلات، شوقوهم وعدوهم بالحج وتمسخروا بهم، عيب. هذه حاجة ثانية. الحاجة الثالثة، هاد الضحايا خلوا عائلات، خلوا أرامل، خلوا أيتام. الأرملة لازم لها دار، اليتيم هذا لازم له تكفل. احنا هذا واش نطلبوه؟ لأن التعويض الرمزي هذاك اللي ما يسواش ربما حتى سومة بقرة، احنا ما ناش نحوسوا عليه. احنا نحوسوا أولا نتائج التحقيق، لأن هذا أمر يخص كاع الجزائريين. والتكفل بهاد الضحايا يعني اجتماعيا، باسكو خلاهم واحد يخلي المرأة تاعو في يعني يستشهد، ويخلي المرأة تاعو ويخلي يتيم، والدولة ما تكفلش به، والله عيب. احنا نوجهوا النداء لرئيس الجمهورية وقائد القوات المسلحة، يعني هو اللي ترجع ليه الكلمة الأخيرة، يشوف لهاد العائلات. نطلب منهم ونطلب من الولاة يديروا يعني على الأقل يديروا جاس، يدوا هاد الناس الحج، وعدوهم بالحج يدوهم للحج، على الأقل يروعوا لهم على قلبهم شوية، ينحوا لهم هاد الحزن اللي عنده ثلاث سنين. هذا الشيء أبسط شيء، ويقوموا بهم، والله يرحم الشهداء. راهم يطالبوا بعمرها ماشي حجك. شوف التسهيلات. عندي بنتي انا مرت يعني زوجة دركي، توفات في الحادث، كانت رايحة لراجلها، توفات في الحادث وخلات الطفل في عمره عندي. ربي يبارك. راني انا نتكفل به، لان باباه راه في الكازيرنا. يا سعدك. مازالوا يعني مازالوا يعني انا راني نتكفل به.
انا نشوف باللي الدوله تكفل به خير. انا ما نسحقش الدراهم، لان بعثوا ليماها ولقى ناطوا لك 11 مليون. يا هل يا هل ترى تموت بنتها وتزيد انت تقتلها ب 11 مليون، تقول لها بنتك تسوى 11 مليون؟ عيب يا عيب يا دولة الجزائر، عيب عيب عيب. هذا واش نقدر نقول؟ وسمحوا لي. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك. صحيح.